اسمي مرام، خرجت جديد من الثانوية، عمري 18 سنة. من وأنا صغيرة بتطرق للسياسة وبفكر فكر سياسي. أهم إنجاز كان بحياتي إنه السنة هاي أول مرة بكون باللجنة المركزية للشباب الشيوعية. ومن نقطة البداية إنه بلشت أناضل بالسحر النضال هيك قبل 8 سنين بالضبط. كان في عنا تف هريسة بالميربيسات بالدار، فمن هاي النقطة عرفت شو قضية المواطن العربي بإسرائيل الداخل، إنه شو إحنا من ناضل. من هون بلشت أشتغل، طموحاتي أكون عضو كنيسة أكيد، وعم بشتغل على هذا الإشي إنه في عندي طموحات وعندي طريق وكذبة كل إشي بدي أعمله. وصح في دعم من سيدي وعيلتي وشبيبة، أول مرة عرفنا عن حالي كفكر سياسي صاروا يضحكوا علي، إنت إيش بتعمل أصلاً؟ صف 12 صاروا عن جد يفهموني، يقولوا لي أنت معك حق بالشيء، وصار في أكثر توعية. يعني ولا واحد بيريد مستقبل بشع، يعني كله حروبات كله قتل. مش لازم دايما ينزلونا اليهود، يعني إنه أنت عربي مصري أخ، أنت عربي هيك. فلازم نغير حالنا، إنه إحنا العرب بيطلع منا إشي. الشباب والصبايا وين ما كنتوا بلشوا توعوا فكركم إنه في أشياء هون لازم نغيرها بالمجتمع العربي وهون بالدولة.